يقول أحب بنت والنية الزواج. من فترة قالت لي يجوز أن نكلم بعضنا من غير علم أهلي، وصار لنا شهر ما كلمتها على أن أنتظر من سنوات حتى تخلص دراستها وتزوجها. يعني لا تجرك البنت، لا كلامها باطل، تقول لك أكلمك من وراء أهلي كذا، ما يجوز ما يجوز، هي غريبة عنك، ما يجوز لك أن تكلمها. وطبيعي جدا لما يكلمها وما حد يدري وهذا أحبك وتحبيني وإحنا مع بعض وإحنا كذا، ما يجوز هذا الكلام أبدا. وكما قال الأول، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، سأن يحذر من هذه الأمور، هذه مزلة قدم وهذا باب للشيطان والعياذ بالله. لا يجوز أنك تكلمها أبدا، تبي تكلمها طق الباب، تقدم لها للزواج، ما تقدر انتظر وادعو الله تبارك وتعالى، قل إن كانت خيرا لي اللهم يسرها لي، وإن كانت شرا لي صرفها عني، ومتى ما استطعت الباءة أطرق الباب وتزوجها. أما كلام هذا لا يجوز أبدا، وهي كذلك لا يجوز لها أن تقول لك كلمني من وراء أهلي، بل حتى بعلم أهلها ما يجوز.